Intro. دلوقتي يا جماعه هنبتدي في اخر كومبوننت عندنا اللي هو او اخر كومبوننت اكشولي الماينر الميجر والماينر كونكتورز. هنبتدي نوصل الحاجات كلها اللي احنا عملناها بعض. احنا حطينا كل الكومبوننت خلاص, واحنا بنوصل الكومبوننتس ببعض هناخد بالنا من شويه حاجات. ان احنا الميجر كونكتور بتاعنا لازم ما يكونش على موفابل تيشوز, يعني ما ينفعش اروح بيه على السوفت باليت, لازم اعمله هنا في الابر على الهارد باليت. لازم يكون موجود على اريا دو نوت هندر ذا سبيتش, يعني مش لازم احطها على او مش مستحب ان انا احطها على الجي اريا, عشان ساعات بضطر ان انا احطها على الجي اريا لما يكون عندي السنان الانتيريور خصوصا ميسنج, فاضطر ان انا احط سادل قدام. لازم تكون في ريليف ما بينها وما بين الجينجر مارجن حوالي 6 ملم, فاحنا بنتكلم حوالي 6 ملم من الجينجر مارجن. فهنبتدي اكوردنج للكرايتيريا دي او اكوردنج للريكويرمنتس دي نبتدي نرسم الميجر كونكتور بتاعنا. ده اسمه ماينر كونكتور زي ما قلنا قبل كده. هوصل كل الحاجات ببعض, هوصل البيز بالماينر كونكتور وبعدت هنا عن الجينجر مارجن 6 ملم, وهنا هقوم باعد بالظبط, هبعد هنا 6 ملم واقوم باعد عن اللوجي اريا بتاعتي وعدي الميد لاين بتاعي. على الاقل لازم يكون نيرلي بيربنديكولار للميد لاين بتاعي, واقوم ماشي كده واقوم سايب برضه 6 ملم من الايه من الجينجر مارجن بتاعه الابارتمنت اللي موجوده عندي. يبقى انا سبت من هنا 6 ملم وسبت من هنا 6 ملم. هاجي برضو عايز اعدي الميد لاين بتاعي بيربنديكولار, فاقوم عامل كده وانا لازم ما اسيبش اي شارب انجلز موجوده, يعني هنا مش لازم اعملها كده لورا, ما فيش لازمه في الحته دي, فبعمل راونديشن. بس لازم اعدي الميد لاين بتاعي بيربنديكولار عشان العيان بالتونج ما يجي يحس ما يحسش يحس ان في سيميلاريتي ما بين البوث سايدز. طبعا انا لو رسمت كده هيبقى المنظر عندي هنا بنسميه palatal plate, فالبليت بيكفر هاف اور مور اوف ذا باليت. اوكي, ده المنظر اللي انا رسمته عندي هنا. هنرسم على بليت, بس الاحسن طبعا واحسن حاجه بتستخدم هي حاجه اسمها ايه, بيبقى عندي ثلاث انواع دايما. عندي حاجه اسمها بار, وعندي حاجه اسمها ستراب, وعندي حاجه اسمها بليت. البار بيبقى less than 8 ملم, الستراب بيبقى from 8 to 20 millimeters, والبليت بيكفر هاف اور مور اوف ذا باليت. طيب انا في اريا زي كده لو انا هبتدي اشتغل عندي حاجه اسمها سنجل باليتال كونكتور, ده اللي انا عملته دلوقتي بيسميه باليتال بليت. في الستراب عندي حاجه اسمها انترو بوستيريور باليتال ستراب, وده هو المفضل في القصه دي, وعندي حاجه اسمها انترو بوستيريور باليتال بار. اكوردنجلي اكوردنج للويث بتاع كل ستراب, لو الستراب بتاعتي مور ذان 8 ملم تو 12 او مور ذان 8 ملم تو 10 ملم, 8 تو 10 ملم هنسميها ايه ستراب. فهنا هنعمل 8 تو 10 الويث بتاع دي, والويث بتاع دي هتبقى 8 تو 10. اللاترال بوردز بتاعه الفتحه اللي افتحها في النص بتبقى عند الجنكشن ما بين الفيرتيكال اند هوريزونتال بارت اوف ذا باليت, فهيبقى منظرها عامل كده عشان الباليت بيضيق ناحيه الانتيرير. وابتدي اوصل الحاجات ببعض, فهتبقى الفتحه اللي في النص نيرلي ترابيزويد. نيرلي ترابيزويد ليه نيرلي ترابيزويد؟ عشان عندي هنا من قدام 8 ل 10 ملم وهنا 8 ل 10 ملم, فاسمها انترو بوستيريور باليتال ستراب. دي الويندو اللي انا بفتحها في النص, بفتحها لما يكون عندي في تورس باليتنس او لو اكون عايز اقلل الكفرج بتاع الباليت. اللي انا رسمتها قبل كده من غير ويندو اسمها باليتال بليت. طبعا هنا ما ينفعش استخدم بار عشان انا الويدث بتاع الميجر كونكتور بتاعي او شكله بيعتمد على ايه؟ على النمبر اند ديستريبيوشن اوف ذا ايدنشال سبيس. انا عندي ايدنشال سبيس هنا كبيره الناحيه دي, وعندي ايدنش سبيس كبيره هنا الناحيه دي, ما ينفعش هما الاثنين اوصلهم ببعض, البار مش هيبقى ريجيد, البليت او الانتروبوستيريور باليتال ستراب هيبقى مور ريجيد عن كده. طبعا في الحته دي يا جماعه بعمل حاجه اسمها فينش لاين بالظبط ما بين البيز وما بين الميجر كونكتور, ما بين اي بيز وما بين اي ميجر كونكتور بيبقى عندي حاجه اسمها فينش لاين. انا بحط على البيز هنا الاكريليك, فالاكريليك بيقف على الفينش لاين بتاعي اللي انا حاطه هنا زي الفينش لاين بتاع الكراون بالظبط. هنا برضو ما بين السوليد وسبيد وما بين الميجر كونكتور هعمل ايه فينش لاين. طيب او تاني حاجه بعد كده هنعملها هي الواكس بتاعنا. الواكس هبتدي احط اول حاجه خالص قبل الميجر كونكتور احط الفينش لاين بتاعي. استخدمت واكس اللي هو بتاع الجينجفلي ابروتشنج, اوكي, وقمت لازق الفينش لاين لازق فين؟ جنب البيز بالظبط بالمنظر ده, بقى لازق جنب البيز. هاجي المنظر اللي بعد كده ابتدي احط الفينش لاين الاذر سايد,
وبعد كده ابتدي اعمل ادابتيشن للايه للميجر كونكتور بتاعي. انا حطيت الفينش لاين بتاعي هنا بالمنظر ده. يبقى انا في فينش لاين هنا وفي فينش لاين هنا، طبعا ده اكسس. اوكي انا بقى هحط بنفس عرض البيز بتاعتي فينش لاين. ده المنظر بتاعي، بثبتهم كويس وبدوس عليهم. ببتدي استخدم الواكس بتاع الميجر كونكتور، بيبقى الواكس ليه جزء كونتورد شبه الميكوزا بتاعه البالت، ودي جزء فلات او بولشد. الكوتش البولش ده بيبقى ناحيه الكاست بتاعي. طبعا بعمل له ادابتيشن بالمنظر ده. اوكي بعمل ادابتيشن كده. احاول على قدر الامكان ان هو ما يحصلوش فولدنج، او بخلي فولدنج اوتسايد الدايمنشنز بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. اتعمل له ادابتيشن على كل البالت. ابتدي اقص ساعتها يا جماعه الشكل بتاعي. انا الشكل بتاعي اهو اللي انا رسمه، عشان كده لازم نرسم. اوكي قصيت كده وقصيت كده وبقص. شايفين يا جماعه انا وقفت بالظبط على الايه الدايمنشنز بتاعتي. هاجي اقص من هنا من قدام ماشي مع الدايركشن بتاعي، هقص من هنا. طبعا ساعات بيحصل ان الفينش لاين بيلزق في الميجر كونكتور، فانا اقوم ارجع الفينش لاين في مكانه تاني مفيش مشكله، ومثبت الميجر كونكتور عليه. المنظر ده شايفين يا جماعه انا بوريكم خطوه خطوه بنمشي ازاي، وبقطع ازاي. اهم حاجه يا جماعه ان انا ايه اخلي بالي عشان ما ابوظش بقيه الكومبوننتس بتاعتي. ابتدي اقص الميجر كونكتور بتاعي من فوق البيز هنا يا جماعه. قصيت من فوق البيز، ممكن باللانست حتى ساعتها افصل يفصل معايا كويس، واقوم شايل كده. شايفين المنظر؟ اوكي بقى من الميجر كونكتور للبيز هما الاثنين ايه تقريبا وان سيرفيس. يبقى ده الفينش لاين بتاعي واقف هنا. بقص كده بقوم قاصص الناحية التانية، بقوم شادد حاجة بسيطة. نعمل كده، لو في حاجات وقعت بكملها في الديزاين بتاعي عشان يبقى الديزاين بتاعي كامل. هنا لو أنا سبته كده ما فتحتش الفتحة اللي في النص هيبقى اسمه إيه؟ Complete Palatal Plate. لو انا جيت وقمت فاتح الويندو اللي في النص هيبقى اسمه ايه؟ انترو بوستيريور بالاتال ستراب. تمام يا شباب، يبقى كده بقى ده المنظر بتاعي، كل الديزاين بتاعي كامل، ودي اسمها انترو بوستيريور بالاتال ستراب. هنا احنا هرسم لكم شكل الميجر كونكتور بتاعي. هنا برضو نفس القصه، ده كلاس 1 يا جماعه، فهبعد عن الجنج بالمارجن بتاعتي 6 ملم، وهوصل من الماينور كونكتور ده للماينور كونكتور ده،
وبعدين هوصل للبيز وانا ببعد 6 ملم عن الجينجيفال مارجن، وبعد كده سو سيمبل هقوم موصل ده بده. اوكي، وهعمل برضو هنا فينش لاين، وهعمل هنا فينش لاين. الفينش لاينز احطها ازاي؟ اول حاجة بنعملها احط الفينش لاين بتاعي برضو جنب السادل، وابتدي اللي انا اثبته كده، والفينش لاين التاني واثبته جنب السادل بتاعتي. وابتدي ان انا اعمل ايه يا جماعه؟ نفس القصه، بقوم جايب الواكس بتاع الميجر كونكتور بتاعي برضه ليه كونتور سيرفيس، واقوم عامل الادابتيشن بتاعي. هنزل هنا كده واقوم عامل الادابتيشن بتاعي في النص الاول، وبعد ما ثبته في النص ابتدي ان انا اجي على السادل بتاعتي من هنا، واجي على السايدز بتاعت الكاست بتاعتي. اوكي، واضغط جامد عشان يلزق في مكانه، وبعدين ابتدي اشيل الاكسس. شايفين يا جماعه؟ بنفس الطريقه هقص فوق البيز عندي من هنا كده، يعني ممكن اقص من اول هنا بس عشان تفصل، وبعدين اقوم قاصص كده، واقوم عامل كده عشان بس ما اثرش على بقيه الحاجات. خلي ايدي فلكسبل وانا بشيل. افصل كده، فصلت كده خلاص. افصل من ورا او امشي مع اللاين بتاعي. الرسمه مهمه جدا يا جماعه، ان انا امشي على الرسم بتاعي دي حاجه مهمه جدا. زي ما انتم شايفين انا بشيل الاكساس بتاعي هنا، ده الريليف اللي انا بعمله من الجينجيفال مارجن بتاعي. شايفين يا جماعه الريليف هنا 6 ملم. طيب ابتدي بعد كده ان انا ايه، ده الشكل بتاعي اللي طلع كميجر كونكتور، هو ده بنسميه ايه يا جماعه؟ بنسميه بليت. طبعا الديزاين ده يعتبر احسن حاجه ممكن استخدمها في هذا الديزاين ان انا استخدم بليت. طيب لو انا عندي تورس بلاتينس هبتدي افتح زي ما عملنا في الديزاين اللي قبل كده، هفتح الويندو بتاعي. ده اسمه انتروبوستيريور باتا ستراب وده اسمه بليت. تمام؟ ده الديزاين بتاعنا بعد ما خلص. هنفتح ويندو اكوردنج للديزاين. اوكي، هنقدر نفتح ويندو. طبعا لما بعمل كومبليت باليتال بليت ده بيديني فيزيكال ريتنشن الى جانب الميكانيكال ريتنشن اللي موجوده هنا، عشان بياخد سيرفيس اريا كبيره. في بعض الاحوال بيقوموا عاملين البليت بتاعتي دي لنص البالت، والباقي بيتعمل اكريليك ويعملوا بوست دامينج زي الكومبليت، زي الكومبليت دانش. كل ده احنا في الماكسيلري، ما دخلناش لسه على المانديبولر. الكيست دي يا جماعه دي كيس كلاس 2. اوكي، هنبتدي ان احنا نعملها. هنبتدي اول حاجه نرسم. طبعا واحنا بنرسم يا جماعه هنسيب من الجينجيفال مارجن بتاعتنا برضو 6 ملم في الابر. انا من الماينور كونكتور ده للماينور كونكتور ده بسيب 6 ملم، وبعدين بوصل من الماينور كونكتور ده، بعدي البالب بتاعي بيربنديكولار للميد لاين، وبقوم موصل بالبيز دي. ونفس القصه اقوم واخد من هنا ومعدي وماسك في الماينور كونكتور الناحيه الثانيه. اللي اترسم قصادنا ده يا جماعه الوتر بتاعه من 8 لغايه 12 ملم، فاحنا بنتكلم هنا في ميدل ستراب. اسمها ايه؟ ميدل ستراب. احنا ما بنتكلمش في بليت. انا قلت ان الميجر كونكتور بتاعنا الشكل بتاعه بيتحدد على اساس النمبر اند ديستريبيوشن اوف ذا ايدنشال سبيس، والنمبر اند ديستريبيوشن كمان اوف ذا كومبوننتس اوف ذا بارشال دنشن. يحدد لي شكل الايه؟ هيحدد لي شكل الميجر كونكتور بتاعي. ابتدي احط الفينش لاين بتاعي. اول حاجه الفينش لاين بتاعي زي ما احنا شايفين بنجيبه من الحته بتاعه الجينجيفالي ابروتشنج. اوكي، بطولها وبقصها من هنا، بقوم حاطط الفينش لاين بتاعي اول حاجه هنا، بحطه جنب البيز بتاعي. الزقه كويس، بعدين ابتدي احط الميجر كونكتور بتاعي. هقص حته عشان ما يبقاش معايا يعني جزء كبير بقطع منه اكسس، هقص حته من هذا الواكس، وابتدي ان انا اعمل له ادابتيشن على البالت، واقص اكوردنج للرسمه اللي انا عاملها برضه.
واجي من عند البيز زي ما عملنا قبل كده، بفصل السادل بتاعتي، هي بتتقطع معايا بسهوله، واقوم ماشي مع الخط اللي انا رسمه على شكل الميجور كونكتور، واقوم قاطعها كده ما بين التو ابارتمنتس، او مشايل الاكساس بتاعي بتاع الواكس، واقوم ده شكل الميجور كونكتور بتاعي اللي اترسم لي. ده اسمه ميدل بلاير ستراب. ميدل ستراب يبقى انا عندي في الانواع بتاعت الستراب، عندي انتيريور ستراب، ميدل ستراب، بوستيريور ستراب، وعندي انترو بوستيريور باليتال ستراب، وعندي كومبليت باليتال بليت، وعندي انترو بوستيريور باليتال بار كمان موجود. بس ده اللي احنا هنستخدمه في الديزاين ده اللي هو كلاس 2 كده. الديزاين دي او الثلاثه ديزاينز دول كاملين بالنسبه للماكسيلري. اشكال الميجور كونكتور ثلاث اشكال منها: انترو بوستيريور باليتال ستراب، كومبليت باليتال بليت، وميدل ستراب. هنبتدي بعد كده نتكلم على اللور. اوكي، اللور بتاعنا يا جماعه اول ديزاين هبتدي امسكه هو كلاس 2 موديفيكيشن 2. اوكي، طبعا الموست فيفربل ميجور كونكتور استخدمه في كلاس في المانديبولر او في الكاستات عامه في الواكسنج اب هو اللينجوال بار. في كذا نوع طبعا عندي من المانديبولر ميجور كونكتور، دول هناخدهم اكتر في المحاضره، بس اكتر نوع بيستخدم في الكاستات او في الديزاينز اللي معانا هو اللينجوال بار. هوريكم ازاي الطريقه اللي احنا بنرسمه بيها وبنحطه بيها. طبعا احنا زي ما قلنا ان في الابر بيبقى عندنا الحته اللي هنحط فيها البالت هي الحته اللي هنحط فيها الميجور كونكتور هي البالت، بعيدا عن الموفبل ستراكشرز وريليفد فروم ذا جينجيفال مارجن 6 ملم. هنا هنبقى بعيد برضه عن الموفبل اريا، بس الموفبل اريا بتاعتنا هي الفلور اوف ذا ماوس، فالاريا اللي احنا هنحط فيها الميجور كونكتور هي من الجينجيفال مارجن لغايه الدبث اوف ذا فلور اوف ذا ماوس. فاحنا لازم نكون واخدين فانكشنال امبريشن عشان نعرف الدبث ده قد ايه. لو الدبث ده it's 9 mm or minimum او it is a minimum of 9 mm او 8 to 9 mm، ممكن استخدم ساعتها البار، عشان انا البار لازم بحتاج ريليف من الجينجيفال مارجن 3 مللي، وهو نفس البار نفسه بيبقى حوالي 3 ل 4 مللي، وريليف فروم ذا جينجيفال مارجن 2 مللي، ف 2 و 4 يعني 6 و 3 حوالي 9 مم. فانا بعمل ايه؟ باجي حوالين كل ابارتمنت واقوم عامل بوينت 3 مم من الجينجيفال مارجن كناين واللاترال والسنترال سنترال وهكذا لغايه الاذر سايد. انا عامل دوتد بوينتس اوكي، بحيث ابعد عن كل الابارتمنتس بتاعتي حوالي 3 مم. وبقوم رسم الابر بورد بتاع اللينجوال بار بتاعي، شايفين كده. طبعا في عندي بيز هنا، انا همسك البيز، لازم بعمل كونكشن، فهمسك في البيز هنا وبعدين ببعد عن الجينجيفال مارجن هنا 3 مللي وبمسك في البيز الثانيه. طب انا هنا عندي باوندد سادل وهنا عندي فري اند سادل، لما اجي ارسم اللور بورد بتاع البار هنا هتمسك ازاي وهنا هتمسك ازاي؟ هنشوف مع بعض. ده شكل البار بتاعي، هيمسك في الباوندد سادل، هيمسك في كل السادل كده، ماسك لغايه البورد بتاع السادل من هنا. اوكي، وهلونه دلوقتي عشان يبقى شكله واضح. وهنا في الفري اند سادل بعمل حاجه اسمها بات جوينت، بتبقى باجي بقسم السادل دي 3 ثيرد اوكي، وباجي عند الجنكشن ما بين الانتيريور والميدل ثيرد وبعمل اوبليك جوينت كده. يعني هو بيبقى ماسك في السادل بهذه الاريا بس، الباقي كل ده اكذلك، هو ماسك في السادل بالنقطه دي. ده شكل البار بتاعي يا جماعه. لازم برسمه ولازم بلونه عشان اتخيل المنظر بتاعي صح ولا غلط قبل ما اعمل الايه الواكس بتاعي. ده المنظر بتاع الباد بتاعي في هذا الديزاين. مسكت هنا في الفري اند سادل بالباد جوينت اوبليك بنفس الطريقه، ومسكت هنا في كل السادل في الباوندد هنا وهنا كده. انا عملت كونكشن لكل الديزاين ببعضه. ايه الواكس اللي انا بستخدمه يا جماعه عشان شكله هاف بير شيب؟ زي ما انتم شايفين الكروس سكشن ده هاف بير شيب، الجزء بير يعني اللي هي بكم متر،
الجزء ده هو التخين ده بيبقى ناحية الفلور اوف ذا ماوس، والجزء الفذرد بيبقى ناحية الجينجفال مارش. هبتدي ان انا اعمل ادابتيشن للبار، لازم طبعا البار يمسك في كل الكومبوننتس بتاعتي، فلازم اركز في هذا الموضوع. طبعا الرسمه اللي انا رسمها ممكن يكون المقاسات not accurate، فانا بستخدم ساعتها هي المقاسات بتاعت البار نفسه، هي دي اللي صح اللي انا بلزق بيه. ابتدي اقص الواكس بتاعي، طبعا زي ما قلنا هنا بنقصه اوبليك في الفري اند سادل، اوكي، وهنا بقصه لغايه نهايه السادل. بس طبعا انتوا احنا هنا ملاحظين حاجه، ان احنا السادلز اللي في الباوندد هي مش كونكتد للبار، ولازم في نفس الوقت اعمل الريليف من الاباتمنت بتاعتي. فهنبتدي ان انا اعمل ايه؟ ابتدي ان انا اجيب السادلز بتاعتي، لازم تكون السادلز بتاعتي مودلينجول. كده ده شكل البار بتاعنا يا جماعه في الديزاين ده، ماسك هنا في الفري اند سادل بالاوبليك جوينت، وماسك هنا في الباوندد بايه في كل السادل بتاعتنا. ابتدي اخش على الديزاين اللي بعد كده، ده لور كلاس 1، اوكي، هرسم بنفس الطريقه برضه، هبعد 3 ملم عن الجينجفال مارجن هنا كلها، وهنا ببعد برضو 3 ملم، وهنا ببعد 3 ملم، وهنا هاجي برضو اقسمها لثلاثة ثيرد انتيريور وميدل وبوستيريور، واقوم عامل الشكل اللي هو اللي احنا عملناه اللي هو الكونكشن اسمها بايت جوينت، اوكي، ونعمل كده. فيبقى ده شكل البار عندنا. ابتدي ان انا اخد البار برضو بتاعي واقوم عامله بنفس الطريقه، اتاكد ان الجزء برضو اللي هي الجزء الفذرت او الجزء اللي هو رفيع بيبقى ناحيه الجينجيفال مارجن، والجزء التخين بيبقى ناحيه الفلور اوف ذا ماوس. وابتدي الزق من هنا ومن هنا. طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين احنا ما بنعملش فينش لاين في اللور، عشان البار نفسه بيبقى واخد ثيكنس كفايه ان احنا نشتغل بيه. قطعته من هنا وقطعت من هنا كده، فده بقى منظر البار بتاعي، كونكتد من هنا وكونكتد من هنا، وعامل كونكشن لبقيه الكومبوننتس بتاعتي. فاضل هنا عندي كلاس 4 بنفس الطريقه برضو، انا عندي هنا من الماينور كونكتور بتاعي ده، اوكي، لغايه السادل برضو انا بسيب 3 ملم من الجينجفال مارجن، وهنا بسيب 3 ملم من الجينجفال مارجن. طيب انا هنا يا جماعه عندي الماينو كونكتور واقف لغايه ال 5 وال 6، يبقى انا مش هحتاج ان انا اعدي الكلام ده، يبقى انا بعمل البار بتاعي جاست من اول ماينو كونكتور وبنزل كده
تحت السادة لغاية الماينو كونكتر برضو ده. مش هعمل البار اكتر من كده، هستخدم له حتة بار صغيرة اوكي، وهو ده اللي هيبقى الكونكتر ما بينه. طبعا الكلاس 4 في الابر يا جماعه بيختلف عشان بيبقى عندي بالت، فبيبقى ممكن احصل على شويه فيزيكال ريتنشن عن طريق البالت اوكي. في كلاس 4 في اللور او في المانديبل اوكي ما بيكونش عندي غير الريتينرز هم اللي اعمل منهم الريتنشن بتاعي. فكده هقوم قاصص من هنا الاكسس بتاعي وقاصص من هنا الاكسس بتاعي، وبرده عامل فينيشنج يعني انا لازم الحته دي تكون راوندد مينلي من هنا ومن هنا. فانا عملت كده وقمت موصل البار بتاعي بالطريقه دي. بقى هنا عندي كونكشن، عندي بيز وعندي كونكشن وعندي دايركت كتينر وعندي اندايركت كتينر بوستيريورلي. كده احنا خلصنا كل الديزاين بتاعنا يا جماعه اوكي، بكل الكومبوننتس بتاعته ومشينا بالترتيب. ثانك يو.